شلون احل هذا القسم؟ اول طبعا لدينا في هذا القسم مهارة المقارنة. طيب شلون نحل هذا القسم؟ من المفترض أن نطبق في هذا القسم كما ذكرت لك مهارة المقارنة. أولا احنا أول شغلة سوينا حددنا نوع العلاقة التي تربط المفردتين الواردتين في صدر السؤال، هذا أولا تحديد نوع العلاقة التي تربط المفردتين الواردتين في صدر السؤال، هذا أول نقطة. طيب بتقول لي كيف أحدد العلاقة التي تربط المفردتين الواردتين في صدر السؤال؟ بقول لك في المقام الأول عن طريق تفكيرك الإبداعي. مو أنا ذكرت لك إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار عن طريق تفحص العبارات، فإحنا نتفحص العبارات إيش عصفور، نتفحص وننتج أفكار. هذا أولا. أيضا بالإضافة إلى يا عزيزي في جدول يحتوي على أهم العلاقات اللغوية، عادة في الدورات الناقش هذه أهم العلاقات اللغوية التي وردت في اختبار القدرات. طيب سوينا الاستبعاد، بس لأن ما عندي مساحة الاستبعاد. زين شوف عزيزي، اسمت من هالنوع اللي بيحدد العلاقات في الخيارات، فتوقف طيب وبتشغل نفسك في هذا الخيار بتشغل نفسك مع هذه الكلمتين التي لا يوجد بينها علاقة من الأساس. طيب إذا نحن شقلنا؟ قلنا الاستبعاد. طيب شلون استبعد؟ السؤال شلون استبعد؟ استبعادك يكون استبعد على نفس نمط العلاقة المستنتجة في صدر السؤال. شلون؟ يعني أنا قلت فوق، نفرض أنه موجود عندي سؤال كذا، غصن شجرة، هذا السؤال، فأنت جيت حددت قلت الغصن جزء من الشجرة، صح؟ جزء من كل، هي الغصن جزء من الشجرة. تيجي ألف، ما لا داعي تحدد العلاقة في ألف، خلاص أنت حين الكلمة الأولى أنت قلت جزء من الشجرة اللي هي الغصن جزء من الشجرة، تجي تأخذ الكلمة الأولى هنا تقول هل هذه جزء من هذه؟ يعني نفرض أن هنا موجود صلاة ركعة، هل الصلاة جزء من الركعة؟ لا. تجي باء، خلنا نقول غرفة بيت، تجي تقول هل الغرفة جزء من البيت؟ نعم. كذا هذا الاستبعاد على نفس نمط العلاقة المستنتجة في صدر السؤال. زين من الخطوة الثانية من المفترض أنك توصل للإجابة الصحيحة. أغلب الأسئلة أو 95% من الأسئلة بتشوف ثلاثة لا واحدة نعم، يعني أنت بتستبعد الثلاثة وبتختار الصحيحة. لكن لو جاك سؤال مثل هذا السؤال اللي حلناه قبل قليل، إنه عندي ثنتين لا وثنتين نعم، يعني ثنتين صح، شلون أطلع الأصح؟ نروح خطوة ثلاثة. إحنا سوينا في خطوة ثلاثة، شلون طلعنا الأصح؟ مقارنة الخيارات المتبقية والكشف عن أوجه الشبه والاختلاف بينها. مو هذا اللي سويناه احنا قبل قليل؟ بينها قارنا الخيارين ب بدال مع صدر السؤال
وأوجدنا وجه الشبه والاختلاف. قلنا العصفور مفرد، هذه مفرد، هذه جمع، إذن دي أقرب. قلنا العصفور يروح ويرجع يتحرك، والخنجر أيضا يروح ويرجع يتحرك، مو ثابت، بينما الأسنان ثابتة في الفم. إذن الإجابة الأصح ب. فإحنا قارنا الخيارات المتبقية والكشف عن أوجه الشبه، وكشفنا عن أوجه الشبه والاختلاف بينها. أي سؤال في التناظر اللفظي من المفترض أنك تتعامل معه بهذه الطريقة.